عادة الفيديوهات بحب أقول كلمتين في الأول كده، يعني عبارة عن رأيي الشخصي في العمل الفني بعيدا عن أي آراء نقدية، يعني بقول رأيي كمتفرج عادي. أنا من زمان وأنا بحب مسلسلات الحلقات المنفصلة من أيام يوميات زوج معاصر، بس المهم يعني إنه مع تطور التكنولوجيا والحاجات دي هتكون إيه أخبار الحلقات المنفصلة مع التصميم؟ ما تيجي نشوف. يعني المفروض نسأل الأول، هو المسلسل لازم له بوستر أصلاً؟ طب يا مشاهد يا عادي، طب تعرف منين إن في مسلسل هيتعرض؟ يا إما بتشوفه بالصدفة وإنت بتقلب، يا إما بيعملوا له إعلانات تشويقية، مفيش منصة تعرض عليها أفيش للمسلسل بصورته المطبوعة، إلا مثلاً لو اعتبرت إن دول أفيشات زي أفيشات الأفلام. الحقيقة سؤال، هو المسلسل لازم له بوستر ده في بالي من رمضان اللي فات. بوستر مفيد للمسلسل حديثاً، ممكن تستخدمه كثامب نيل، ممكن تعمل صفحة للمسلسل وتستخدمه في الإعلانات الممولة، يعني نقدر نقول إن البوستر ديجيتال استخدامه ديجيتال بالنسبه للمسلسل، مش بيخرج بره النطاق ده. انت ممكن تعمل بوستر يلخص كل احداث المسلسل في مشهد واحد زي خلصانه بشياكه. بالمناسبه الفكره دي كان يطلع منها تنفيذ احسن من كده، بس نرجع لموضوعنا. لو بنتكلم عن مسلسل احداثه متشعبه ومتداخله، فصعب تعمل بوستر بفكره باي شكل من الاشكال. زي الاب الروحي مثلا، بص تلاقيه حاجه فخمه وحاجه عظيمه، بس لما تدقق هو مجرد رص للصور في اللوكيشن الرئيسي اللي هو قصر العطارين. لكن انك تطلع فكره معبره عن مشهد او حدث معين، مسلسل اكتر من 30 حلقه، شوف بقى هتحط اي مشهد من غير ما تدخل نفسك حوارات مع الممثلين. يمكن في المسلسلات دلوقتي الابداع ما بيبقاش في البوستر، بيبقى في تصميم التتر نفسه، يعني بيتعمل له ستوري بورد، واللي بيعمله بيقعد مع المخرج ويشوف رؤيته ويجرب اكتر من بروبوزل يختار الافضل ما بينهم. ناهيك عن ان الخطوات دي لازم تتم في البوستر بتاع الفيلم، بتعمل له ماكيت اولي كده تبين بس الكومبوزيشن، حتى لو بعد كده هتشتغل كمبيوتر. بس دلوقتي بقى الموضوع سلق بيض، واقلب اي حاجه وخد فلوسك واجري. اتكلمنا كتير بشكل عام، نخصص الكلام دلوقتي عن مسلسل نصيبي واسمتك الجزء الثاني. الحقيقه كنت مفضل الجزء الاول عن الجزء الثاني، بس ده مجرد راي شخص. لسوء الحظ اول حلقه شفتها كانت تقريبا اخر جزء من حكايه 604، والحقيقه قفلتني من المسلسل كله ومن المسلسلات عموما ومن التلفزيون. غير ان فكره القصه او الحكايه بتحمل طابع نصايح ابويه عن الوحده الوطنيه وان طريق التوبه مفروش بورد، بس انا نفسي نعمل حاجه رعب بعيده عن الدين، تكون خيال علمي بس ما نحولهاش منصة ندي فيها نصايح ومواعظ. واداء حنان مطاوع مبالغ فيه جدا بعد ما بتقرر تتوب وتلبس ابيض في ابيض، وبرده ده مجرد راي شخصي. شايف ان مش هي بس، ده تقريبا اغلب المشاركين في الحلقه. على الرغم من كل ده فالبوستر كويس، ليه طابع مناسب لجو الحلقه. طبعا لا يخلو من الاخطاء اللي بتهالي مش هتختفي ابدا الى ان يرس الله الارض وما عليه. الالوان ملطشه، حبه برتقاني على حبه زيتي على كتابه رمادي، نور خافت طالع من ورا حنان مطاوع مش مفهوم وملوش لازمه، يادات وعيوب في قص الصور العاده، غير ان هو مجرد التجميع لصور ممسوحه اطرافها عشان تبان سايحه في بعض، لكن في المجمل كويس. بس احنا لو بطلنا نعمل نفس الغلطات كل مره اتوقع نشوف حاجات كويسه ان شاء الله. بوستر حكايه لحظه من فضلك كويس، في قدر من الابتكار في تجميع الصور مشهد ككل. طبعا اخطاء زي الاحجام والنسب والسبوتات البيضاء اتكلمت عليها مليون مره. شايف الفونت طفولي زياده عن اللزوم، او مش طفولي، نقدر نقول كوميدي زياده عن اللزوم. حكايه نظره في ابتسامه، ملخصا يعني عشان ما كملتش الحلقه، شيري عادل متجوزه حد بعدين بتحب صاحبه او حاجه زي كده. خلينا متفقين ان تمام، يعني دي اكتر حاجه ممكن تتعمل معبره عن الحكايه دي، خصوصا انها حكايه لشيخ يانا زوجيه وجواز صالونات وحاجات من دي، فتقدر تقول ان ده معدي. حكايه بحبك باستمرار مفيش فكره، مجرد تجميع صور، يعني ما زلت متحفظ على فونت اسم الحكايه انه كوميدي زياده عن اللزوم، غير ان فونت نصيبي واسمتك واخد ملمس جرانج كده، مش فاهم ايه الداعي بتاعه. في هنا كده مساحه غير مستغله، كان ممكن تحط فيها صوره ممثل صغيره، او ترفع الممثل ده وتحطه هنا وتحط التاني هنا، تكون الصور مش ناعمه للدرجه دي. حكايه اهدى يا مدام، سبحان الله، المفروض كوميديه بشكل او باخر، تلاقي فونت الاسم اتغير لفونت عادي، كنت استخدمت الفونت اللي في باقي القصص وهو كوميدي، ليه ده؟ الاعتماد كلي على الفوتوغرافيا مش عيب، طالما اصلا مش هتعرف تعمل كومبوزيشن معبر عن الفكره بتاعتك، صوره معبره عن المحتوى وده كويس. بس هنا في سؤال، يعني انت مش قادر تصور الصوره وتاخد الكادر ده، رحت صورت كل ممثل لوحده وركبتهم على بعض، طلع لك هنا غلطات هنا كمان، طب ليه من الاول؟ حكايه احمد يا عمر يعني فيها محاوله للتجديد عن اللي قبلها، وانك تاخد البوزات بالنظره الحالمه او المبهمه، لقطات بورتريه كل واحد باصص في ناحيه، يعني بيفكرني بالاسلوب المتبع في البوسترات زمان في الثلاثينات والاربعينات. التجديد كويس اكيد، بس السبوتات البيضه مش حلوه خالص، والالوان نوعا ما كويسه. اخيرا حكايه جدول ضرب، اختار اسم الحكايه لو كان قصده يلمح انه بيضرب مراته كل شويه، ما تقوليش انه عشان كده سماها جدول ضرب. يا
لو كده فالحقيقة ارفع له قبعة على الابداع الفذ اللي بيتعدى حدود الخيال. يعني لو هتكلم جد مفيش سذاجة كده، والبوستر ماليش اي تعليقات عليه غير انه مجرد صورة متغير الخلفية، والحقيقة مش مطلوب منه اكتر من كده. كده فاضل حكايتين ما تعرضوش بس تلخيصا لبوستراتهم، فيهم نفس الاخطاء ونفس المميزات المتكررة. خلينا ما نطولش الفيديو اكتر من كده ونختم بكلام عام. اي حد بيكتب في الكومنتات انت بتركز على حاجات هايفة او سيب الصورة في حالها، مبدئيا كونك بتقول على البوستر صورة فانا كده فهمت انت بتفكر ازاي. القناة معمولة عشان نركز على الحاجات اللي بالنسبة لك هايف غيرك ممكن يهتم بيها. إجابة سؤالها للمسلسل اللي بيحتاج بوستر هي مسألة نسبية، هيحتاجه بس مش بنفس درجة احتياج الفيلم البوستر. اتمنى نبطل مسلسلات جواز وطلاق وحكم ومواعظ ونصايح. في رأيي الشخصي في النهاية وظيفة المسلسل مش انه يقدم نصايح او حلول، ان بالفعل الناس مش هينفع معاها نصايح للإصلاح، اننا للأسف عدينا مرحلة وجود أمل أصلا في الإصلاح دي من زمان مبقاش ينفع خلاص. سيبك من الكلام الكبير وبص بص على الفيديوهات دي، ولو عندك حاجة عايز تقترحها اقترحها في كومنتات. شكرا جزيلا.